الفارس المصري أدهم حماد، طبعا لم تسجل على هذا الفارس في الشوط الأول ولا خطأ. هذا هو الفارس المصري. النتيجة الإجمالية لفريق قطر 76 خطأ. النتيجة الإجمالية لمنتخب قطر 76. إذن النتيجة النهائية للفرسان الأربعة المشاركين باسم قطر 76 خطأ. النتيجة الإجمالية والنهائية لمنتخب سوريا 74، والنتيجة الإجمالية لمنتخب الأردن 83. هذا هو الفارس المصري أدهم حماد الذي لم يسجل عليه ولا خطأ في الشوط الأول. هل يتابع؟ هناك الزمن الممنوح 96 ثانية. الحاجز الثلاثي وبركة الماء من الفرسان المتميزين أدهم حماد. وطبعا أدهم هو بطل مصر لمدة 10 سنوات، ويبدو أنه يتجه إلى النهاية بدون أخطاء. فعلا بدون أخطاء. نعم ونعم وثم نعم. إذن أول دبل كلي راوند للفارس أدهم حماد على فيزيون باتيان، وأول فارس عربي ومشارك في